الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، بلما بكجرن ما يستحب فعله للسائم وغيره، وحيابه خفكم مسلم كأه مؤمن كأه موحد كأه صومن مجل إبلان لنكباهن إني يوصوبيان يا ويلي كجرن. ما يكلل لنكو باهن أحد كمسلم كه المحافظة على الوضوء مرولب مركز الصومنت إني ويسقب أضحات يفايله أحد كمسلم كه مركز ويسقب أسي أي مرولب دات كسو حاردا دبجر كي يتفافلو كي يكتاب جابلو دي يتاتكون أتكتب ليك اللي أرو والما مكو أعدام وايو أصوب ويسقب لن ويسقب أرنم شياطين تكالنا والما مكو قادام عادس نقرر تأقوال الأمم دنا ساسا شجع. ما يكلا أحد كمسلم كلهم كباحنا المحافظة على السواك مركز الصومنت مرول بب إني أذا خمويست يلو كافدا الكون أفكون أنت هذا النظيف ويقف كم مركوس الصومن ما يبحكو جهي يعني أرى أفجي حكو جهي أركاسن أفجي حكو جهو ما يبشيني باحدة إيو أونك يشيني urkaas afka ha ku gahowna may buwaaye mid ilaahay subxaana wa taala oroodis linku jeedi way marka la nabaga may baaray sallallahu alayhi wasallam la khaluful fami ahadikum adyabu inda allahi min rihil miski ahadki markuus soo manya riixada afkis ha ku gahas ilaahay oroodis may baan ku udgoon badanta min rihil miski miski wala la raw ya ku udgoon badanta saas dartay marka qofka markuus soo manya aday sido kore mise ma aday sido korha aday sido kore madaahibtan shaafiicada yama ba sheegasa illa iriid dhiniga unku guuras ahadkan ma aday sido kore yare marka iyo markaas in la jeedan la khaluful fam ahadikum adyabu inda allahi min rihil misk wa bay adaynay afjan urusi ilay subhanahu wa taala oroodis linku jeeli laakin luku habboonyo kaas afka marwal banti aday ko qoyanaado ama kajiro la fade nabiga sallallahu alayhi wa sallam عائشة إيو أزواجك أمهات المؤمنين ما بأرجر أنا ماركين نبغا جروغ حق لو شيء إنك هري أسسو بيو أسواك سي مركا حاسس جان أنقابلو أنشومي أما ريحة أو مركاس حكو وراس انتل لنكو درين أحد كساسا لفدا مرك ما يكال أحد كان مسلم كان لنكو باه نسوامن ميجل إبلان ولي حضب المحافظة على الروا على الرواح الضيبة من وحيابها ودقونك أنتي سكو ددال برفونك وحيابها ودقونك أنتي مرول بوسا مرسا داركسنا النظيف إي بلشي داس أصد لحق لايو وأصد لو داقو عبادة إلهي سبحانه وتعالى سادة الصلاة إيو صونك إيو مركي ميلاه مساجد إيدي إذا إيه لونكوية مساجد إذا ما على ما صونك إيدي إذا إيه لونكوية لخير جيلة لجي في ده دروسة لدقون سيدة مركة هذا هو مركز malaayika sidaad hangu guyasi dharkeeda ka shaqeeyasi intii aadan la kooyto dadkana ka dhibsadon mee marka bani aadinku waxyaabaha dhibsadaan malaayikti ilaahay subxaana wa taala khayrki iyo dikriga ha ku qayb galaan iyona dhibsadaan sida nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay wiilib nabiga calayhi salaatu wasalaam ma badiiday basalle iyo tuunka iyo waxyaabahaas oo wiilibba hunguriga carfi ayno lagu daraw ya diidi xilliga oo marka salaada iyo masaajidada axadka muslimka markuus anbahaw falaa yaqrabanna masaajidana أي هنين لواني مساجد دان من أكل فوما أو بصلا غري نبغ عليه الصلاة والسلام ما يكلل لنكو باهن يعطك مسلم كه أو موحد كه مؤمن كه مغير إبلان هذا حدوث الصومية صلاة الركعتين قبل المغرب بين الآذان والإقامة فإذا فربنا كجرد لما ركع دو دان توسو تكد من خراب كه مركي لآدم أفرك حدوية آذان كه إيوه إقامة دان تن لحيت لما ركع دو فإذا فربنا كجرد مرك تكد مرك أحدك مسلم كه ما يكلل لنكو باهن المحافظة على الرواتب سنوينك أو راتب دا لنقر دو أو صلادوينك اللا شاكيان دهور لما كهريت لما كدن بيت أسر لما كهريت إشي لما كدن بيت لما نكهريت مغرب لما كهريت أما لما كدن بيت إشي هذا ساس أوكال رواتبك كواسا لعره ماركيني وسو كده داله ما يوالي صلادوينك أو رواتب سنوينك oo salaado la shaqeeyeen faa'iidooyin fara badan la ku xireen maalinta qiyaam salaadooyinkii iyo cibaadooyinkii waajibka ahayn qalal haddii ku kooyo oo yaani nusqan haddii ku kooyo ilaahay subxaana wa taala malaa'igtiis may baan arayn inferior ba oddoonkay rawaatib iyo sunnooyin walaha tukida jiray
ay fiiriyo lilay soonkana saas oo kale galley mar sunilay sadaqada sunilato walwalba marka sunooyinkeenti la raasiyo lafada si iyo unbuyan waajibaadkii oo markaas oo marka nusqaanka koko koy inni markaas kiin buyan ee maalinta qiyaam adan uu ku hodanta iyo lafada mar ahadka muslimka ee soo may kale la ku faday al harsu al hirsu de al rawatibi fil bayti salaad waajibka ah masaajidid intu sukutukud ahadka muslimka oo meegilka ee masaajidada jeeyay ama sunooyinkana may baxaboona inni usukutukuda yani guriga usujeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam ee la tajalu buyutakum kal maqabiri guriyalkin qubur oo kalan ku weelan xawaal oo kalan ku weelan xawaal marku tukudaw waraagna malku akhriyo ee guriyalkina saas oo kalan weelana markii salaada jamaacada san ku tukutan oo yani waajibka jamaacada san jeetana masaajidka san ku tukutan tii kale isin raasi lahayteen habaha idasheena bilaamaysa muslimada ah inni marka jamaacada ku tukuto isku banaawto laakiin gurigantii ku tukutiya ku fadla badan guriga intiya ku tukut ya ku fadla badan may kale ahadka muslimka ah lanku baahnya soomon al iktharu min nawafil salati salaaduyinka oo rawaatibka ah amina sunnooyinka inta usa ku dadaala ya lanku baahnya oo marka ajar iyo abaal gud lahan koobo korna ya ku xire ay may kale lanku baahnya qof kun soomano muslimka ah mu'minka ah muwahhidka ah bilaan in meegal wali xaado at-tabakir ila salawaati salaaduyinka oo waajibaadka ah ini usu in degdego oo markaas waqti jabalin dirna inti masjidka isku xare ya lafade salaad oo salaad lu kusugawna ajar fara badana ba lu kuhare may kale lanku baahnya wal muhaafadatu ala safil awal salaadana safku kuwaad ini adu kutukuta ya la kofada safku kuwaada kutukuta ma balan lijede at tabakiru ila salaad salaad inti lin degdego lankalaho iyo liseada may kale lanku baahnya intidaru salaati baada salaad ahadka muslimka ee soomaan salaadunga tukudi salaad kale hadareerta inta masjidku ku banay barnaamadaas ugu yareynay turub dheelo iyo waxyaabas la inta galan lahay masjidka isku fadhow quraan isku akhriisay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku salli isku wirdi jisku akhriisay ya faa'iideysay salaad kale iyo baba kooyse mark intiba ad masjidka ka jirto malaa'igta ilaahay subxana wa taala keendo ayas mark ملاكتي إلهي سبحانه وتعالى كين دو عيس مايك الأحد كان مسلم كأل لنكو باهن تحري ساعة الجمعة عدي أسسو مني غار أهان مالان تجمع ده ماي باك جرته ونبغنا شاقي ساعة وحدي أحد كان مسلم كأل سبحانه وتعالى توغو الدنيا آخر مراد أسلي الله سبحانه وتعالى كو توغو ساعة دسني إلهي وافجي إني إلهي سبحانه وتعالى كو أقبلو دو عيس مايك الأحد كان مسلم كأل لنكو باهن سومن تحري ساعة الليل hamiinkana maba ka jiray saacad oo Alla subhanahu wa ta'ala duooyinka aqbalo wiliba aakhir al-layl oo salaatul layl markii la tukado oo dadka dhan jiifan ilaahay maba subhanahu wa ta'ala ku amaanay ahlul janna jannada markii ay galeen wa bil ashaari hum yastaghfiruna yar mar dadkun jannada wala iyo ka galeen xilliga saxoorta iyo hiraabsiga iyo Alla subhanahu wa ta'ala dinba dhaaf way diisada jiraan sida darteed markaa maba ahadkan muslimka ah موحد كان مؤمن كان مجد إبلام بلن كباحنا أو صومن إني أسوك الددار الصلاة منها صلاة الليل كي يساعده ساعة الإجابة ده كجرت انتقص كفاء إذا يسود فرسو ينكاز مايك لن كباحنا على حرس على البقاء في المسجد إلى الإشراق صلاة ده هرابتي أما صباح دي يتكتي إلا إريد حق قمس مسجد كسكروك إسلام مركبة منها إني سكوباتو وردي الله توق سبحانه وتعالى إني إلهي بابك كين فرو ilaahay uuladiki likuriyo abaartiyo olki abaartiyo udurka ada ku sheegadaasna in ilaahay subxana wa taala ku qaada may kale ahadka muslimka ee soomaalnoon ku baahan al julus ma'a qawmi yadhkuruna allah taala fi awwal an-nahar wa aakhirih mar walba inta us la fadhedo ka faa'iideysada dadka allah subxana wa taala xusaayan maalinta xoraantiya iyo maalinta mina dabayaxdiya ba allah subxana wa taala xusaayan oo ilaahayna quraanka ku amaanay wa dhaakirina allah kathiran wa dhaakirat walla ra aad allah lahum magfirata wa ajran adiman dad kale ay abaal gudki iyo janna iyo dinba dhaaf allah subhanahu wa taala maalinta qiyaamada diyaari mar walba in ka deymo doranaato meel dhikriga ilaahay lagu hay in aad ku gudubto in weedhay intaada fadheetona in ka deymo doranaato fadhow ku faa'iideysay waa beer jannat may kale ahadka muslimka lanku baahanya ya al muhaafadatu ala adhkari sabah wal masa mar walba duooyinki iyo wardigi subaxdi oo la duceysada iyo galabti la duceysada
مايكل لان كوباهني المحافظه على الرد على المؤذن لان كم مؤذن كان ماركوس ادمو اذن اذنكس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فري اوكل حديث سأر الله اكبر الله اكبر اذن الله اكبر الله اكبر انت قد ارت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله انت ارت يعني مؤذن كاس اذن كيس انت كنقد يلا كوفد الا حي على الصلاه حي على الفلاح مركز ارو ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انت ارت انت اسن لكوفد ما يكون لكوفد منها مدارسه القران الكريم مرول بقرآنك إله إني أخرج إلا صومنت ذكر إله يا قرآنك يا كلامك أفكار أنت سوق قوي نادر حديث هذا كل متن أجر يا أبل جد له أنك بكر يا إله سبحانه وتعالى كسيه ما يكلم لك بعنى تحسين الصوت بقراءة القرآن قرآن مركز أخرج سن من ب ب ب ب ب ب ب ب أن أرتوي من بيبسدي قرآنك إله مبكر ورتل للقرآن ترتيرا بصوت وبهدوء أدو دقن قلبك دقن ولا عندك دواخس حرفت حق ينسي او صد وناكسنه كو اخري سيد الله ذكري او كلا القران كن اخري ان شاء الله تعالى ندرر دون